السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في هذا الجزء الأخير من أنتيغون. في هذه الحصة غنختمو إن شاء الله، وبغينا دابا نشوفو لو كونتكست هيستوريك ديال أنتيغون. علاش؟ لأن القصة أصلا عندها علاقة بهذا السياق التاريخي، لو كونتكست هيستوريك. دونك عندنا فرنسا في 1942، بطبيعة الحال كانت الحرب العالمية الثانية، هيك فرنسا كانت هذيك الساعة مستعمرة من طرف ألمانيا، كانت لوكيباسيون ألموند. يا ألوغ فرنسا انقسمت لجوج سياسيا، انقسمت لواحد الحكومة ديال واحد الماريشال ذو رتبة عسكرية، واحد الماريشال سميتو بيتان. إذا هذا الماريشال بيتان اش كان كيعتقد؟ بيتان كان عميل ديال سيتان كولابوغاتور، هو العميل كولابوراتور ديال المانيا، عميل ديال المانيا. وكانت الحجه ديالو انها المانيا قويه بزاف، وبالتالي ما يمكنش لينا نقاوموها، فخصنا نستسلموا ليها. علاش؟ حقنا لدماء الفرنسيين. فعطيه المانيا حق التسيير ديال فرنسا، ولكن مع التبعه ديال فرنسا الالمانيه والاستفاده ديال المانيا من خيرات فرنسا. دونك اذا هذا كان هو الحكومة الرسمية هذيك الساعة في فرنسا، داكوغ، كان الغوفيرنمون دي ماريشال بيتان. والمقاومة لا ريزيستونس، المقاومة الفرنسية كانت متجسدة فيما يسمى بلي ماكيزار، جاي من لو ماكي. لو ماكي هو المستنقع. إذا هادو كانوا مخبين في شي مستنقعات. علاش؟ لأن هادوك المستنقعات صعبين في 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 في, في الولوج، وعامرين بالمخابئ، فبالتالي كيمكن لهم يقاوموا المانيا بأريحية اكبر. دونك ف هاد الامر خصنا عفاكم نشوفوا واحد الامر، خصنا نشوف بان هاد لي ماكيزار، هاد لي كولابوراتور كيجسدهم كريون. كريون هو النموذج ديال لو ماريشال بيتان. دونك كيقبل يدير واحد انصال بوزوني، عمل خيب، ياك كيقبل به، ولكن علاش؟ من اجل الصالح العام. دونك هذا طبيعة الحال حسب الزعم ديالو، ياك بيا الوغ. هادو بطبيعة الحال كيجسدهم أنتيغون اللي نايضة وكتقاوم الظلم، ياك. دونك اللي خصنا نعرفو دابا هو انه انوي صالحه ولا لا. دونك انوي Anoui croyait à l'inutilité de la résistance. فوالا. اذا انوي كان كيعتقد بان لا ريزيستونس ما كتقوم حتى دور. اذا الوغ في الحقيقه عزتهم ديني، يعني كتبت لكم هادشي هنا. دونك الوغ انوي ايتي دو سو كي سوتوني بيتان، اذا كان من كي سوتوني بيتان، اي بونسي كيل اجيسي او ميو بور لا فرانس. دكور. دونك اذا كان كيعتقد بان هادشي اللي كيدير راه مزيان لا فرونس. علاش؟ لانه المقاومه الالمانيه من شده البطش ديال المانيا والسرعه باش انتشرت في اوروبا، وخصوصا باش استعمرت فرنسا، فبزاف الفرنساويين تصابوا بهذا الاحباط، ولاو كيظنوا بانه المانيا قويه بزاف لدرجه لا جدوى من المقاومه ديالها. دكور. دونك فاذا
من هنا غيبان لينا علاش انوي غيبدل داكشي اللي كان داير سوفوكل في اونتيغون. اونتيغون اللي كتبها الاول هو سوفوكل. اذا سوفوكل كيعتبر كريون كيعتبرو ديكتاتور، وكيعتبر اونتيغون بطله كتقوم بواحد الدور نبيل جدا هو الدفاع على الاخ ديالها. ولكن انوي غيجي وغنشوفو كيف ما غنشوفو بعد قليل، انوي غيجي وغيبدل هاد الادوار، غيولي كريون رغم الظلم ديالو رغم الاستعداد ديالو لقتل الابرياء وكذا، كيولي يبان واحد الصوره زوينه. علاش؟ لانه باغي الصالح العام، باغي سكون ابل داكوغ. نزيدكم هادي هنا، ce qu'on appelle la raison d'état. Quand je dis la raison d'état, il y a amn ou stiqrar le balad. Bon, nous devons la deuxième partie. On va terminer là Antigone avec les gardes. Et then Antigone se fait arrêter chez Doha les gardes. D'accord. Et then ملي شدوها بقيت تحاول تاني اونسوفوليغ، هي تدفن الاخ ديالها، هي اونتيغي، هذا مرادف ديال اونتيغي. دونك اش بدات كتقول لهم؟ كتقول لهم انا راه بنت خت كريون، انا بنت خت الملك تلقوني وكذا. وما قال لها راه اي وحده كنشدوها في الزنقه كتقول لي راه انا بنت هذا، انا كنجي لهذا، انا كذا. اذا ما صدقوهاش. داكوغ. والكلام ديالهم بون بدات كت تعالى عليهم واحد شويه، وهما يبدا كيجر لها من شعرها واحد لو كارد، هي اللي بدات كطلبهم اللي يعاودوا رجعوا معاها تاني جونتي. اذا لي كارد في هذه غيبداو كيبرمجوا لا ريكومبونس، قالوا بان كريون غادي يعطيهم شي مكافاه، وهاد المكافاه كيبرمجوا واش غيديروا بها. فاذا اول حاجه قالوها، وهذه واحد شويه كتخدش في هذيك الامر ديال حسن الادب واللياقه اللي قلنا. بداو كيتكلموا على انهم غادي يمشوا لي بورديل داكوغ دي ميزون كلوز، الدور ديال العاهرات ياك. ف ثم تذكروا بانه راه هاد المكافاه اللي غيشدوا غيتعلن عليها عند جميع الناس، فبالتالي الازواج ديالهم غيعرفوا هذا الخبر. فاذا قرروا بانهم هذيك المكافاه اللي شدوها غادي يمشوا بها هما ولادهم والزوجات ديالهم، غيمشوا بها يدير شي عشاء ولا شي حاجه في شي ريستورون ولا دوك. في هاد الاثناء غيدخل كريون غيقول لهم لاشي سيت في ما كنش شادين الوغ، غيقول لي راه هي اللي حاولت تدفن بولينيس. اذا غيصد لها فغتعترف ليه دون صعوبه ودون تاخر. غنجو الاهم سين عندنا في اونتيغون، والاشاره راه واحد العدد كبير ديال لي ريجيونو تحطوا من هاد لاسين، هي طويله بزاف، وبزاف ديال لي ريجيونو كياخذوا دي زيكستريم من هاد لاسين وكيديروها. فايدا هاد لاسين كتستحق منا اننا نتكلموا عليها واحد شويه بالتفصيل، ولا من وراها راه غيولوا دي سين تخي بروش، هذوك راه دغيا غادي ندوزو عليهم. اذا كريون غيدرج هنا في المعامله ديال اونتيغون، اولا من معاملتها كبنت صغيره الراشدة ومعارضة سياسية، ثم من معاملتها كأب وخالها، وكيبدا كياخذها من هذا الجانب ديال انه بحال الاب ديالها. دونك كأب ثم كملك. دونك فاولا كريون غيتصرف كوم ان بيغ اوتوريتير، بحال واحد الاب سلطوي كيعطي الاوامر. اذا شنو غيقول لها؟ يقول لها طلعي غسلي يديك، نسي هذا الشيء، moi je vais faire disparaître les gardes. On rappelle donc les gardes, parce que tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce qu'il essaie de te définir. C'est ce qu'on a dit, qu'ils sont prêts à faire la salle besoin. Donc les gardes, ils ne sont pas prêts à faire, mais pour Antigone vivre, ils sont prêts à tuer les gardes. Pour Antigone vivre, parce qu'il est proche de lui, et deuxièmement, parce qu'il n'a pas besoin de la famille. الملكيه توسخ بزاف، ديجا هو باين فيها بولينيس خائن، وعاود تاني اونتيغون. فاذا هنا غتولي السمعه ديال العائله المالكه ديال كريون ديال اونتيغون غتولي السمعه ملطخه جدا. فاذا كيحاول ما امكن هو يستر دابا العائله الملكيه. اذا كار بوغي تو في لافير الى لي ف
faire disparaître les gardes كان يغبرهم ياك. وديجا نسيت ما قلتهاش لكم لا سين اللي قبل في الاخر ديالها امر باش هذوك لي غارد يمشوا يديروا في واحد البلاصه ما يشوفهم حد، يعني ديجا راه عزلهم على اساس كيستعد باش غادي يغبرهم بصفه نهائيه دوك. ولكن انتيغون ملي قال لها هكا تمت غاديه، فين تمت غاديه؟ تذكرتوا القضيه ديال البيبان، قلت لكم كاين باب كيدي لا شومبر كيعني الحياه، وباب كيدي للزنقه كيعني الموت، وباب كنعتقد انا شخصيا بانه سي لابسيرد داكوغ. دوك اذا اعتذر على هذا الانقطاع. دونك فاذا قلنا بان اونتيغون كاين باب ديال كيعني الحياه اللي انا غطلع على الشومبر ديالها غتختار انها تعيش، وكاين باب اخر اللي مشات ليه راه غتمشي للزنقه غتمشي باش تدفن الاخ ديالها، هذاك الباب كيعني الموت. وكاين الباب الثالث كي قلت لكم كيجسد لينا حسب رايي هو كيجسد لابسيرد ما عنده حتى معنى. دونك الوغ هنا ملي غير اونتيغون غيقول لها طلعي لا شومبر ديالك غتم غادي، غتم غادي الباب اللي كيدي للزنقه، يقولها فين غادي غتقول لي راك عرفتي فين غادي. اوكي اذا غيدخل ثاني هنا المرحله جديده داكوغ. دونك غيتصرف كوم ان بير، هادي فتها ولكن نقولها لكم على هنا. دونك غيتصرف كيف واحد الاب عطوف، بدا يذكرها بلا بروميير بوبي ديالو اللي تهدات لها، راه هو اللي هداها ليها. اذا غيشوف هادشي ما غيديرش، غيبدا كيمارس شوي كاع ديال 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 لي مناس. اذا غيبدا يتحول لان اغوا، غيلوي ليها اليد ديالها دوك، غادي يهددها بانه راه غادي ينفذ عليها المسائل، ما يتصحبش ليها بانها راه حنت بنت اختو، راه ما غاديش يحكم عليها بالاعدام. دونك فبالتالي هنا ملي استنفذ هذه الوسائل كامله عرف انه ما بقى الا انه يدخل معها للحوار كخصم سياسي داكوغ. وكخصم سياسي غيبداو كيتفاوضوا. اذا هنا ما بقاش في داك الشيء الاول كامل كان كيعتبرها كيف اب مع بنته، ولكن هنا داكوغ هنا دخلنا المفاوضات من نوع سياسي، كل واحد يفسر علاش وكذا وهذا وحاول. اذا كريون غيحاول يقنعها بالمفاوضات، غيحاول يقنعها باش ما ترتكبش جريمه. اذا بالنسبه للكريون يقول انا بعدا جو سوي رياليست، واحد الانسان واقعي جاجي بور لو بيان دو لا سوسيتي داكوغ دو توت لا سوسيتي. بور سولا il n'hésite pas à donc نديرو هنا ا il n'hésite pas à tuer des innocents. اذا غيعطيها واحد ليكزومبل كاع هنا في واحد الفتره، غيقول لها واحد الباطو وواحد بغى يغرقو، اذا اللهم نقتل داك الواحد يبقى الباطو داير ولا كلشي يتوفى. هنا غيقول اونتيغون هو اللي غيقول له هذا الامر، اونتيغون جو ميكسكيوز غتقولنا بان اي لاجي بار دوفوار فاميليال. اذا ملي غتقول لي اي لاجي بار دوفوار فاميليال، غيجاوبها هو بانها اونتيغون ناجي با بور سون فرير مي بار لورغوي دو لا famille d'Édipe. Donc, d'un égo là, la famille d'Édipe, elle disait comme tu hadda ou le qadar. Mais elle disait comme tu connais qui fait les l'adin. D'accord. Et d'un l'orgueil ou le gourour, عندكم واحد الغرور، هذاك الغرور هو اللي دافعك انت، ما بغاش ديري الاخ ديالك، ولكن خصك تكوني ماشي بحال كاع الناس، خصك تكوني مختلفه على كاع الناس. دونك هنا في الحوار غادي يسولها واش كتعتقد فعلا بان هذوك الموتى اللي ما كيدفنوش كي الجثه ديالهم لا 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 الروح ديالهم ما كتعرفش الراحه وكيولوا دي فونطوم، غتقول لي لا. وبالتالي هنا غيكون عندنا ان غروند ابسورديتي ياك. انتيغون في القصه كامله كتقول لنا بانك تدفن خوها باش ما
يعيش داك المصير هكاك اللي ما عاد كيدير. ودابا كتجي وكتقول لنا كاع ما كتعتقد كاع بان داك المصير راه كاين. دونك لا سي سي فريمون نو سون فريمون دون لابسيود. وللاشاره راه ملي كيدير هو لابسيورديتي ديال انتيغون انوي ملي كيقول هضرنا على لابسيورديتي ديال لي زاكس دونتيغون سي بور دير كو لي ريزيستون كي سون ان فرانس سو كوندويزا ابسوردومون. ياك قلنا بان هذوك الناس اللي كيقاوموا المانيا في فرنسا راهم عبثيين راه كيخربقوا. دونك الوغ كريون لوي دوموند لي لي جو ميكسكوز اذا هنا هذا هو الباساج الاخر. فعندنا هنا كريون غيعترف لها بالحقيقه غيقول لها ها علاش قتلت خوتي ديالك راهم بجوج خائنين وبجوج ما كيسبوش. ودايور ملي تقتلو راه ما بقى معروف شكون هو ايتيوكل وشكون هو بولينيس. يعني دوك جوج الجوتات اللي مقتولين هو ما عرف فين هو بولينيس ما عرف فين هو ايتيوكل. ولكن اختار واحد باش يديرو بطل واختار واحد باش يديرو خائن. علاش؟ باش ما يردش العائله الملكيه كلها خوانه. ما كانش يمكن يقول للشعب راه تا ايتيوكل راه خائن راه خوه سبقه. تا هو راه حاول يقتل الاب ديالو. تا هو راه حاول يتامر مع ناس خارجيين باش يهاجم اوديب. دونك فاذا هنا انتيغون ملي غتعرف هاد الحقائق غتعرف بان الاخ ديالها بولينيس واحد المره راه ضرب الاب ديالها ببونيه داكوغ وهرب قال لها واش عقلتي فاش غاب واحد السنه وعاد رجع. دونك ف قالت لي قال لها هذيك الساعه راه هذاك الشيء اللي وقع راه كنضرب الاب ديالك ومشى. دونك انتيغون اي سيغ لو بوان دو رونونسي. ملي قال هذا الامر انتيغون كانت غادي تمشي لا شومبر ديالها زغب الله ويتكلم لها على لو بونور. داكوغ قال لها سيري مع عند ايمون تزوجي وعيشي في حياه سعيده. هاد كلمه لو بونور اللي قال لها كاغ غات فالوي فيغ فولت فاس. فولت فاس شنو هي؟ هي ملي كتكون صاد لقدام وكتدور في الحين وكتصد اللور. اذا فولت فاس واحد الموقف اللي كنتي عندك شي موقف وقلنا ان فولت فاس يعني راه انقلبتي في الموقف ديالك راسا على عقب. كنتي 100% متفق وليتي 100% ضد. اذا هنا حتى كانت غتمشي تطلع على شومبر ديالها قال لها عيشي بخير وعيشي سعيده وكذا مع ايمون هي تعاود ترجع. قالت لي اكي البخي شنو الثمن اللي غنادي باش نعيش هكا. دوك فاذا من وراها اش غادي دير؟ غادي تبدا انتيغون كتجهد وكتهضر بالجهد وكتكلم معاه بواحد الطريقه نوعا ما جارح. غادا تقول ليه كويزيني شنو الكويزين كويزيني بحال زعما راه مخبي في كوزينه ديالو كيتامر على الشعب. دونك فاذا هنا كان مضطر انه يحكم عليها بالاعدام وهي كي غتلقى هذا الاعدام غتلقاه بحال ان سولاجمون بحال شي حاجه اللي كانت كتنتظرها بفارغ الصبر. دونك خلال هذا الحوار انا ما بغيتش نقطع هذا الحوار. خلال هذا الحوار دارت واحد لاسين صغيره جات اسمان واكدت بانها تاهي راه صافي تاهي بغات تمشي مع اختها. قالت لها راه صافي راه ما بقيتش خايفه انا غنمشي معاك. ولكن تيكون قالت لها لا كان خاصك تكوني معايا من الاول. غير قالت لها هذه الهضره قالت لها غير سيري في حياتك وهي تمشي. ما كيبين بان الموقف ديال اسمان ما كانش موقف فعلا عن قناعه ولا كذاك. ف غيدوزو هنا دي سين اللي فيهم دي زانترسيسيون فيهم تدخلات لصالح بيستون ياك. دونك اذا التدخلات غيدخل لو كور من اجل انتيغون. غيقول الكريون عندك ما تقتلش انتيغون راه الجرح هاد الجرح ما غيتنساش. دونك ما غيقبلش غيقول لي مراهي اللي اختارت تموت. غيجي ايمون غيقول له الباه تا هو فك ما تقتلش انتيغون. دونك فهنا الاب ديالو اش غيجاوبو؟ غيقول ليه راه وصل الوقت باش تكون راجل. دونك فاذا مشى عاود جا لو كور قال لي شوف كيفاش خرج راه غادي ينتحر غادي يدير شي حاجه. ما قالش بالضبط غادي ينتحر قال كان غادي يدير شي حاجه خايبه راه الطريقه باش خرج راه ماشي هذيك. ورغم ذلك فكريون كيتشبت بالراي ديالو وهذه الطريقه اللي حاول انوي يرد بها الموقف ديال كريون شي حاجه نبيله ومثيره للاعجاب. عارف ولده غادي يموت تعرفناها في البخولوج ورغم ذلك غادي يتحمل المسؤوليه من اجل صالح الشعب. دونك فاذا انتيغون انغارد
أنتيغون طلبات من لوغارد يوصل واحد الرسالة لأمون، ما قبلش حتى عطاتو واحد لانو اونور، واحد الخاتم ديال الذهب كان باقي عندها، وقبل بشرط واحد، وأنا ماشي هي تعطيه رسالة مكتوبة، هو اللي يكتبها بيدو في شي كارني ديالو ويديها ليه يقراها. علاش؟ لأنهم عمرهم غيجيو يقلبوا ليه الكارني ديالو، وكيلا لقاو عنده شي رسالة راه غيدوز المحكمة العسكرية. فهنا أنتيغون غتعترف، غتقول بأنها غتكتب في أول حاجة، غتقول الأمون راه غنقول لك دابا أنا ما عرفتش كاع علاش درت هذا الشيء، ما عرفتش كاع علاش غادي نموت دابا. فواحد شويه عاودت تراجعت وقالت لها من الاحسن ما يعرف حتى واحد هذا الشيء، وبغات تبدا رساله عاديه، رساله ديال توديع عاديه، ويدخلوا لي كارد باش يدوها. اذا ما كانش عندها حتى الوقت باش تكتب. جا لو ميساجي كيخبرنا بالموت ديال اونتيغون اي ايمو. التفاصيل ديالها وانهم غيدفنوا اونتيغون حيه، سدوا عليها في واحد لابيتيت شومب، وغتموت تما جوعا وعطشا. ولكن ايمون سبقها وتخشى في هذيك لا شومب باش يموت معاها. ملي جا الاب ديالو سمع الانتيغون غير دخلوها وهي تشنق راسها، ما بغاتش تجلس تما تتموت دا شنقات راسها. ملي شنقات راسها هو يغوت ايمون، الاب سمع ويقول لهم حلوا حلوا حلوا. ملي حلوا لقاو ايمون، فالاب ديالو بغى يدخل عندو ويشير عليه بالسيف. الاب رجع اللور ما 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 ما, ما تصابش. اذا ايمون دفل عليه وخشى السيف في كرشه، كون انتحر حتى هو. اذا غيعرف تاني كخيون بانه يجي الخبر بان الزوجه ديال اوريديس راه توفات. وفي الاخر غيبقى كخيون مع لو غارد ديالو في واحد الموقف رائع، كيأكد على لا سوليتود ديال كخيون، وغيصد لو باج وغيقول ليه واش اش عندنا دابا من الالتزامات. غيقول ليه عندنا واحد الكونسي، عندنا واحد المجلس، غيقول ليه يلاه. اذا ما غياخذش حتى الوقت، نو برون با لو طون دو فير سون دوي، ما غياخذش حتى الوقت ديال الحداد ديالو، يحزن على مراته وولدو اللي توفاو، وغادي يرجع للعمل ديالو. بقى لي نقول لكم السلام عليكم، نتمنى لكم حظ